للتعليق حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في شان سوريا الاستاذ ياسر النجار. اهلا بكم استاذ ياسر. يعني رغم تعهدات حكومه عبد المهدي بحمايه المصالح الامريكيه، السفاره الامريكيه في المنطقه الخضراء في بغداد تهاجم بصاروخ كاتيوشا. اذا اين ما قيل بان العقوبات اضعفت قدرات ايران ووكلاء ايران في المنطقه؟ مساءكم سعيد. حقيقة نستطيع أن نقول أن الميليشيات الإيرانية أو الميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من قبل إيران يعني لا تستطيع الحكومة العراقية السيطرة عليها، وإنما كان هناك مجرد رسائل من خلال التنسيق العالي ما بين إيران والعراق بحيث أن يكون هناك يعني عدم انفلات لميليشيات الحشد الشعبي التي تدار حقيقة من خلال الحرس الثوري الإيراني. لنقولها بصراحة أن الحرس الثوري الإيراني والذي هو دولة داخل الدولة الإيرانية يقوم لديه أزرع في الخارج. الحكومة الإيرانية على المنحى السياسي هي لا تستطيع أن تدير هذه الأزرع، وليس لديها أي سلطة لا على الميليشيات الحشد الشعبي ولا على حزب الله ولا أيضا على النفوذ مع الحوثيين، وإنما كل هذه الأزرع هي عمليا أزرع الحرس الثوري الإيراني. لذلك كل اتفاق مع الحكومة الإيرانية لن يكون على أرض الواقع. هذا ما شاهدناه عندما قدم قاسم سليماني إلى إيران ومعه بصحبته بشار الأسد، كان هذا الأمر خارج الإطار الدبلوماسية والخارجية الإيرانية، وإنما أمر منوط فيه الحرس الثوري ومنوط فيه ولاية الفقيه. إذن دولة ولاية الفقيه هي لا تزال قادرة على أن تساعد هذه الأزمة ولكن بالحد الأدنى، أما على المستوى الدولة الإيرانية فهي أكثر ما تعاني من سياسة هذه العقوبات. نعلم أن سياسة دولة ولاية الفقيه لديها مصادر تمويل خاصة بها، جزء منها من خلال الحكومة الإيرانية التي الآن أصبحت أيضا نتيجة العقوبات في الحد الأدنى، ولكن هناك أجزاء أخرى منها الخمس الذي يحصله ولي الفقيه. لكن هذه العقوبات أثرت بشكل مباشر على سواء على الدولة الإيرانية أو على الأذرع الإيرانية. يعني ميليشيا حزب الله اللبناني بات يعني حسب ما توردت الأنباء بأنه يطلب الدعم من رؤوس الأموال اللبنانية وأيضا من الميسوري الحال في لبنان. بتصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت خلال الفترة الأخيرة تراقب سياسة التمويل التي حزب الله يقوم بها، ونعلم أن هناك استثمارات خاصة لحزب الله في أمريكا الجنوبية، وكان هناك تجارة المخدرات تجارة رائجة بالنسبة لحزب الله وهي مصدر له. وأنا بتصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تضغط في الآونة الأخيرة على موارد الخاصة بالنسبة لحزب الله. أما بالنسبة للميليشيات الأخرى على مستوى التي تقوم بدور تنفيذي في سوريا، فهي أصبحت الآن مرتزقة في سوريا تمارس سياسة الهيمنة وتطلب القوة من رجالات الأعمال السوريين، وأيضا تفرض يعني على الدولة السورية أن تعطيها الكثير من الاتفاقيات التي تؤمن لها مصادر تمويل. ولكن نستطيع أن نقول أن إيران متورطة بسياسة دعم هذه الأسرع في أكثر من مكان. نستطيع أن نقول أنها حروب مثل ما يحصل في اليمن والحوثيين، هذا الأمر لن يسمح لإيران من خلال سياسة الحصار الاقتصادية الاستمرار. لذلك تسعى إيران إلى أن تكون على سياسة حافة الهاوية أو الاقتراب من الخطوط الحمر من أجل أن تنهي عملية الحصار الاقتصادي. هي تعلم أن أمريكا قد تطول مع المدة الزمنية في سياسة الحصار، وهذا الأمر سينعكس بالسلب على إيران بتدمير دولة ولاية الفقيه. لذلك تسعى إيران على أن تكون هناك حالة تجاذب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية من أجل انتهاء من عمليات الضغط التي تمارس عليها. هل هذه التصرفات الإيرانية مثل ما قامت به مؤخرا من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الحصار أم محاولة لثني الولايات المتحدة عن الحصار المفروض على إيران، الحصار الاقتصادي طبعا؟ يعني بتصوري الجميع يقرأ أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بأن تكون هناك حرب مفتوحة ولا تحضر لسياسة حرب مفتوحة في مع إيران. لذلك هناك إما يعني قرأت المشهد إيران أن تكون هناك ضربة عسكرية، وبالتالي ستكون إيران تمارس سياسة ضبط النفس لهذه الضربة العسكرية وينتهي مفعول الحصار، لأن هناك سيكون وكأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بما يتوجب عليها القيام به أمام حلفائها سواء الدول الخليجية أو بعض الدول العربية. أنا بتصوري إيران تسعى إلى أن يكون هناك إما حالة ضربة بسيطة
وتنتهي الأزمة، أو أن يكون هناك اتفاق من تحت الطاولة يعلو فيما بعد إلى أعلى الطاولة وتظهر إيران بدور المنتصر على أنها مقاومة وأنها استطاعت أن تكسر هيبة الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة الحفاظ. أنا بتصوري في نهاية المطاف لن تكون هناك حرب مفتوحة، وتعلم إيران ذلك، وبالتالي إيران من مصلحتها أن تكون هناك يعني عملية تجاذب سريعة وتنتهي من أجل إنهاء عملية الحصار الطويل في المدى. لا ترضى أو لا تريد إيران أن يمارس عليها نفس الممارسة التي مارست على العراق في زمن فترة صدام. الأستاذ ياسر النجار المتخصص بشأن السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.